اطراف العمود يا دنياوي يا صغير بحر باب الاقصى الرابع مكتب على المسدس والاقصى المقدس مكتب اسمي عتابوت وعزع البندقيه شعب يحيى لن يموت يحيى الاقصاوية يا قسام يا حبيب اضرب اضرب تنابيب وابو عبيدة يا نوار سمعنا صوت الانذار حط السيف جبال السيف واحنا رجال محمد سيف لأهل غزة شو بتحكوا لأهل غزة؟ الله يقويهم وينصرهم الله يعطيكم الصحة والعافية وين بتحكي؟ عشان بتكون باب الحديث هاي الأجواء الآن من المسجد الأقصى المبارك مرحبا الله ولا حد نام ولا
ايش الموضوع؟ مين بتفلسف؟ شو فيه؟ فهموني. جولة في المسجد الأقصى. العافية عمي، كيفك؟ شو أخبارك؟ الحمد لله رب العالمين. احكي لنا شو عم بيصير الآن في المسجد الأقصى المبارك. نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة وعلى الشعب الفلسطيني وعلى المسجد الأقصى وعلى كل الأحياء المقدسية، لابد أن تكون هناك تحركات ردات فعل، وهذه يعني الهتافات والخروج بعد الصلاة ولتوصيل رسالة أولا لدعم أهلنا في غزة، ولدعم ايضا يعني اهلنا في داخل فلسطين من 48. واظن انها رسائل، ستبقى هذه الرسائل حتى يتحقق يعني مطالب الشعب الفلسطيني. اظن هذا هو الوضع الطبيعي، ان تبقى رساله وجذوه هذه الهبات مشتعله، لانه من هنا من مسجد الاقصى ومن القدس هي يعني تبدا شراره هذه الهبات، ويجب ان تستمر، لا يجب ان تبدا من القدس ومن ثم تنتقل ويقف أهل القدس. ولذلك هذه الهبات هي لتوصيل رسالة الاحتلال أن المسجد الأقصى والقدس ما زالت جذوة الهبة مشتعلة، وأيضا لدعم وإرسال رسائل دعم وتأييد لأهلنا في الداخل وأيضا لأهلنا في غزة. وأظن أن هذا يعني تعبير عن سخطنا وغضبنا، وأيضا طلب من الأمة أن تتحرك، حيث أن الظلم الذي يقع على الشعب الفلسطيني من سلطات الاحتلال يجب أن يكون هناك إسناد حقيقي من الشارع العربي، من الشارع الإسلامي بشكل عام، حيث أن الاحتلال الآن يحاول صب يعني نيران على الفلسطينيين وغضبه على الفلسطينيين، ولا نريد أن تبقى الأمة التي يجب عليها أن تتحمل مسؤوليتها صامتة وساكتة، فلذلك يتحرك الشارع المقدس. شو رأيك بتوجه أهلنا في الأردن للحدود لإرسال رسالة إسناد؟ هم عارفين مش رح يوصلوا، بس استصعبوا انهم يجلسوا في بيوتهم بينما غزة تحت العدوان والقدس والداخل والضفة. هذا هو اصلا يعني هذا الامر الطبيعي الذي يجب ان يكون من كل الشعوب العربية، ان تحاول العمل ما تستطيع على الاقل لتحريك هذه الشوارع، لتوصل رسالة الاحتلال انه الشعب الفلسطيني وقضية الفلسطينية ما زالت هي يعني القضية الاولى للشعوب العربية والاسلامية، وان نصرة القدس والمقدسات وفلسطين هي يعني أولوية، وأن يعني العالم العربي بدأ يغلي، بدأ يتحرك، وأظن أن هذا جزء أيضا من الضغط على دول هذه العالم لكي يعني تستعمل أوراق الضغط على سلطات الاحتلال وعلى العالم ليرفع الظلم عن فلسطين وعن القدس. يعطيك الصحة عمي العم فخري أبو دياب المتخصص في شؤون القدس. يعني في هتافات. كيفك؟ يعطيك العافية. كيف شايف الوضع؟ والله القوات موجودة باب المغاربة على وين ما كان، في تشديد طبعا واحنا داخلين، فتشونا بالكامل. في حجز للهويات، في أسئلة طبعا سخيفة، والجنود عرب يعني مش انه نقول يهود. الوضع حتى انه برا متوتر يعني على شعره زي ما بقولوها، يعني بأي لحظة ممكن الشوارع تكون شعلة نار، فإن شاء الله إنه لقدام يكون أهدى الوضع من هيك. ربنا يحمي القدس. مصور عزك، شكرا شكرا عزك. أخذكم لفة نتفقد أحوال المسجد الأقصى المبارك. اسمع من أبو جهاز. أبو جهاد يعطيك العافية. العافية. كيف صحتك؟ الحمد لله. شو أخبارك؟
كيف الوضع في المسجد الأقصى المبارك؟ لسه الأمور شوية الحمد لله يعني هادي، صار بعض الاستفزازات من الشرطة واعتداء على المصلين وهم داخلين على صلاة الجمعة وصار في إصابات يعني في هذا، وفي حتى هذه اللحظة هناك هتافات الشباب على سطح الصخرة، الهتافات للتنديد على العدوان على أهلنا في غزة. نعم، التنديد والتحية إخواننا في غزة وفي إخواننا في 48 وفي القدس. في توتر كان في المسجد الأقصى المبارك قبل الصلاة. نعم، يعني كان هناك اعتداء على المصلين في منطقة باب الإصباط وأيضا في منطقة باب المجلس، والاعتداء على المصلين وإصابات، هناك إصابات موجودة حتى هاي اللحظة وفي العيادات، وصار اعتداء على المصلين ومحاولة من الاحتلال لمنع دخول المصلين المسجد الأقصى المبارك. طب كيف شفت شهر رمضان؟ كان شهر باب العمود، شهر حي الشيخ جراح، شهر المسجد الأقصى المبارك، قضية الشيخ جراح ما انتهت، القدس كلها على صفيح ساخن، في الداخل في موجهات في معظم البلدات والمدن، غزة تحت العدوان أكثر من 110 شهداء، أيضا قبل قليل في رام الله في شهيد، فكيف كمقدسيين بتتابعوا؟ الجسد في القدس ولكن كل الأنظار متجهة لكل أنحاء الوطن. نعم، يعني إحنا يعني جزء لا يتجزأ من هذا الشعب العظيم الذي انتفض من أجل القدس ومن أجل المسجد الأقصى المبارك. طبعا يعني لما يكون هناك انتفاضة من أجل القدس ومن أجل المسجد الأقصى المبارك، طبعا نحن كمقدسيين نقف مع أبناء شعبنا في قطاع غزة وفي الضفة الغربية وفي الداخل الفلسطيني الذين انتفضوا من أجل القدس. وما حصل أيضا نحن في مدينة القدس نتابع كل ما يحصل مع إخواننا ونترحم على الشهداء في قطاع غزة وفي الضفة الغربية الذين سقطوا برصاص الاحتلال وقنابل الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا نحيي كل أبناء شعبنا في المملكة الأردنية الهاشمية الذين الآن يقفون على الحدود مع فلسطين من أجل الدفاع عن القدس وعن فلسطين. فهذه يعني العالم أجمع وكل العالم العربي والإسلامي حتى في أمريكا وأوروبا هناك وقفة مع القدس، وأن القدس هي البوصلة، هي مفتاح السلام وهي مفتاح الحرب. أبو جهاد، بنشوف بالصورة الآن العلم الفلسطيني مرفوع على جدران البائكة، أهمية بأنه إحنا نثبت أن القدس عربية وفلسطينية في كل فرصة. يعني إحنا أول إشي مش مثبتين أن القدس عربية بوجود هدول الناس، بوجود المرابطين والشباب والمقدسيين، القدس بتجمع دائما، القدس دائما بتجمع رغم كل الخلافات اللي بتحصل هنا وهناك، إلا أن القدس والمسجد الأقصى يجمع بيننا. وهي رسالة من المسجد الأقصى ومن القدس أن نكون موحدين اتجاه الاحتلال وأن ندع خلافاتنا جانبا من أجل توجيه كل الأنظار على الاحتلال الإسرائيلي الذي يحاول أن يطمس هويتنا وأن يعتقل كل شيء في هذه المدينة المقدسة، وأن يحاول أن يضع قبضته على المسجد الأقصى المبارك. نحن موحدين في القدس، إن شاء الله كل المناطق الأخرى تتوحد من أجل القدس، لأن القدس توحدنا ولا تفرقنا، والمسجد الأقصى أيضا يوحدنا. رسالة من قلب القدس والمسجد الأقصى المبارك اللي عشانه انفجر هذا التضامن والإسناد في كل مكان. يعني أول شيء تحية لكل إجلال وإكبار لكل إنسان هب وانتفض من أجل القدس والمسجد الأقصى المبارك، تحديدا أهلنا في غزة اللي بيدفعوا ثمن أرواحهم. يعني إحنا يعني القلب مجروح على أهلنا بغزة، على أطفالنا ونسائنا وشبابنا وقيادتنا اللي بتتعرض للقصف من قبل الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. هؤلاء الناس الذين هم عزل من أي شيء، لكن الاحتلال يحاول دائما أن يضرب المدنيين العزل في مقتل. نحن نقول كل تحية لأهلنا في قطاع غزة، كل التحية لأهلنا في الضفة الغربية، كل التحية لأهلنا في الداخل الفلسطيني، كل التحية لأهلنا في الشتات وفي جميع أنحاء العالم الذين يتضامنون مع القدس والمسجد الأقصى المبارك. نحن رسالتنا لكم أنكم أن القدس وأننا ثابتون رغم كل الممارسات الاحتلالية، سنكون متواجدين وثابتين على موقفنا اتجاه ما يحصل مع المدينة المقدسة والمقدسات الإسلامية والمسيحية. شكرا جزيلا الأخ ناصر قوس، مدير نادي الأسير في القدس المحتلة وأيضا أحد كوادر المدينة المقدسة، هذا الجامع القبلي.
هي ساحة الأقصى، واضح إنه الوقفة خلصت، كان في وقفة فيها هتافات منددة بالعدوان على أهلنا في غزة. نروح نشوف عند باب المغاربة كيف الوضع، كان في توتر قبل الصلاة. بدي أفرجيكم أثار العدوان على المسجد الأقصى المبارك. من أثار الاقتحامات الأخيرة تحطم الشبابيك، النوافذ الخاصة بالجامع القبلي. شوفوا النوافذ كيف محطمة، هاي النوافذ محطمة، وهاي هي النوافذ الخاصة بالجامع القبلي. هاي النوافذ كلها تحطمت خلال عدوان قوات الاحتلال واقتحامهم الأخير للمسجد الأقصى المبارك. هاي المشاهد الآن من داخل رحاب المسجد الأقصى المبارك، ونحن أمام الجامع القبلي من رحاب المسجد الأقصى المبارك. ساحة المسجد، ثاني أيام عيد الفطر. أول يوم كان في صلاة العيد أكثر من 100,000 مقدسي أدوا صلاة العيد في رحاب الأقصى للتأكيد على التمسك بهذا المسجد المستهدف في شهر رمضان. المواجهات كانت تندلع بشكل دائم وتتجدد بشكل دائم بفعل الاعتداء على المصلين عبر اقتحام قوات الاحتلال لباحات المسجد، مهاجمتهم بالقنابل، بقنابل الغاز، قنابل الصوت، الأعير المعدنية المغلفة بالمطاط في باب العمود. على مدار أول أسبوعين من شهر رمضان كانت مواجهات دائمة، إلى أن نجح المقدسيون وأنجزوا وأجبروا شرطة الاحتلال على إزاحة وإزالة السواتر الحديدية من ميدان وساحة باب العمود. من ثم أيضا وطفى على السطح ملف حي الشيخ جراح، حيث يهدد الاحتلال بترحيل 500 مواطن من الحي شمال البلدة القديمة لصالح الاستيطان. كل يوم كان هنالك وقفات في حي الشيخ جراح، وكانت تنتهي دائما بالمواجهات، رش مياه عادمة، مهاجمة بالقنابل الصوتية الغازية، الرصاص المطاطي، في آلاف المعتقلين والمصابين خلال شهر رمضان المبارك شهدتها مدينة القدس في المواجهات التي كانت ما عادة تكون في المسجد الأقصى المبارك في باب العمود وفي حي الشيخ جراح. هذا البث المباشر من داخل المسجد الأقصى المبارك لنتفقد أحواله. زي ما شفتوا الساحات، الناس أدت صلاة الجمعة، احنا اليوم في ثاني أيام العيد، قوات الاحتلال موجودة عند باب المغاربة ولكن الأمور هادئة. أرى تواجد للشرطة، أرى تواجد للشرطة في باب المغاربة، وهذا يعني الوضع الطبيعي للأسف كون الاحتلال يسيطر على مفتاح باب المغاربة منذ العام 67. ومن باب المغاربة يقتحم المستوطنون، عصابات المستوطنين تقتحم الأقصى من باب المغاربة يوميا ما عدا الجمعة والسبت. إنجاز المقدسيين الأخير كان بمنع اقتحامات عصابات المستوطنين في ما يسمى يوم توحيد القدس، وهو اليوم الذي يحتفلون فيه باحتلال شطري المدينة الشرقي والغربي. كان يوم 28 رمضان، والمقدسيون الصائمون كانوا في وقتها كانوا في حالة دفاع ومواجهة. قوات الاحتلال اقتحمت المسجد ولكن المقدسي أفشل اقتحام عصابات المستوطنين للأقصى في هذا اليوم. وفي ساعات ما بعد العصر أجبرت رباط المقدسيين في الميدان، أجبر شرطة الاحتلال على تغيير مسار مسيرة المستوطنين التي كانت سنويا تمر من باب العمود، ولكن بفعل رباط المقدسيين في الميدان أجبروا على تغيير مسار هذه المسيرة، وكانت من باب الخليل إلى حائط البراق ولم تمر
من باب العمود. نعم كان شهر رمضان شهرا صعبا، ولكن رباط المقدسيين في الميدان هو الأساس في كل شيء، في كل استحقاق يقف ويهب المقدسيون. الآن نحن من داخل رحاب المسجد الأقصى المبارك لتفقد أحواله، كان هنالك توتر قبل الصلاة، الآن بحمد الله الأمور هادئة، أدى المواطنون صلاة العيد صلاة الجمعة، ومن ثم شاركوا بوقفة منددة، مظاهرة منددة بالعدوان على أهلنا في غزة، وأيضا بارتقاء تنديدا بارتقاء الشهداء في الضفة في رام الله. قبل قليل أعلنت الصحة عن ارتقاء شهيد أطلق الاحتلال النار عليه. في الداخل مواجهات لم تهدأ وحملة اعتقالات شرسة طالت المئات من أهلنا في الداخل الفلسطيني في محاولة لوأد، مرحبا كيفك خالد شو أخبارك، في محاولة لوأد حالة التضامن مع وإسناد أهلنا في القدس وفي غزة. هاي الصور المباشرة من رحاب المسجد الأقصى المبارك، ثاني أيام العيد تدفق المواطنون إلى ساحات الأقصى، صلوا صلاة الجمعة. صحيح أنا كريستين، كيفك؟ متابعي لي على الفيسبوك. شو اسمك؟ طارق عاشور. طارق، بتحب تحكي إشي للناس اللي بتحضرنا؟ والله بحب أحكي لهم إنه وضع المسجد الأقصى سيء جدا مع حلول شهر رمضان. طبعا خلال شهر رمضان كمان بحلال عود العيد. خلينا نقرب نروح على الفي عشان يشوفوه. هلا كيفك شو أخبارك؟ هلا عميد، هلا بجيلك. طارق، كان الوضع سيء جدا، كان في مواجهات جدا صعبة علينا. أنت قديش عمرك طارق؟ أنا عمري 13 سنة. 13 سنة. كل يوم بشارك صلاة العصر والظهر تقريبا. يعطيك الصحة، برافو عليك. أنت سكان وين؟ أنا سكان باب الحديد. باب الحديد، يعني أنت يا طارق جار للأقصى. أيوة. أنت جار المسجد الأقصى المبارك، وإذا أنتم ما وقفتوش مين بده يوقف؟ والله ما في حدا، يعني حتى غزة انضفضت، كل الدنيا انطفضت. غزة تحت القصف وتحت العدوان، في الداخل في مواجهات، وإحنا في القدس عندنا المسجد الأقصى المبارك، عندنا باب العمود، عندنا حي الشيخ جراح. شو بتحكي كطفل مقدسي بشارك في كل صلاة لحماية المسجد الأقصى المبارك من أي عدوان وأي اقتحام وأي مباغتة؟ بناشد كل الناس، كل الدول العربية أنها تحمي المسجد الأقصى، ولازم يكون في وحدة عربية. لازم يكون في وحدة عربية عشان تحرر كل مقدساتنا، طبعا كل مقدسات العالم كلها، مش بس بالأخص القدس والمسجد الأقصى المبارك. طبعا انه عندنا كثير مقدسات، عندنا كنيسة القيامة، عندنا كنيسة المعهد، برافو عليك سيدنا إبراهيم. احنا واحد مسلمين ومسيحيين، صحيح؟ سامعين هذا الكلام، مش انا بحكي. امبارح نزلت منشور بوست على الفيسبوك، نزلت صورتي في الاقصى وكتبت انه المسجد الاقصى المبارك بالنسبه لي زي كنيسه القيامه، واحنا واحد. مش بس كريستين اللي بتحكي هذا الحكي، مش بس كريستين، هي طارق جار المسجد الاقصى المبارك بيحكي كنيسه القيامه هي نفس المسجد الاقصى المبارك. برافو عليك طارق، بهني اهلك في هاي التربيه. بدي اخذ لك تعال وقف هون، لازم اخذ لك صوره واحكي عنك لانه انت ترفع الراس. تعال خليك هون طارق، اعطيني برافو عليك طارق، شرفت فيك. انا شرفت فيك والله، من جد متابعين هذا كل مرة أدور عليك، بس مش عمال بليك عشان مواجهات بتصير وكثير اعتداءات. أنا دايما موجودة بينكم وحواليكم، هي شمس يمكن مش شايفينك. يلا دير بالك على حالك. سلامات سلامات. سمعتم أحلى أطفال القدس وشباب القدس، مش بس أنا بحكي إنه المسجد الأقصى المبارك زي كنيسة القيامة. طارق عاشور ساكن في باب الحديد وبيحكي نفس الكلام، بيحكي انه بالنسبة لنا المسجد الأقصى المبارك زي كنيسة القيامة، وبطلب الوحدة، بطلب ان نكون موحدين. هذا مطلب اطفال مدينة القدس، يعطيكم العافية. هاي رحاب المسجد الأقصى المبارك. هذا اليوم؟ اليوم؟ انا ما يبدو المواجهات المطر. يا الله ما انتبهناش.
هلا في حجار هون، واضح انه هذا من اثار، عارف اذا شايفين لانه الدنيا شمس كتير، بس في اثار حجار وتحطيم لمرافق المسجد الاقصى المبارك خلال الاقتحامات. ان شاء الله كله بنعاد ورجع زي ما كان واحسن. قبة الصخرة المشرفة، الوضع من ساحات المسجد الاقصى المبارك. انبسطت اني سمعت من طارق عاشور جار المسجد الاقصى المبارك سكان باب الحديد على اللي حكاه، طفل بيشارك بكل صلاة لحماية الاقصى من اي اقتحام واي مباغتة، اطفالنا واعيين بيحكوا كلام رجال كبار ما بيحكوه، طفل مقدسي بيقول بانه المسجد الاقصى المبارك بالنسبة لنا زي كنيسة القيامة. عايدة يعطيكم العافية، كل عامتو بخير. هاي الكعك، كعك العيد، وهي قهوة يا عيني، مساء الأقصى، وكل عام وانت بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وانت بخير والأمة الإسلامية بخير. تقبل رابطات الأقصى يا جماعة، تقبل الله الطاعات، إن شاء الله ينعاد عليكم بالنصر يا الله، وإن شاء الله الله يوحد كلمتنا يا الله، والله يفرج الكرب عنا وعن كل المسلمين وعن أهلنا بغزة يا الله، يحرر الأقصى يا رب. الكل بيسألنا كيف في القدس بتتابعوا شو اللي بيصير في غزة وفي الداخل، الجسد في القدس ولكن القلب والأنظار كلها متجهة لهناك، كيف كمرابطات الأقصى بتتابعوا اللي بيصير حاليا على أهلنا في غزة وفي الداخل برضو الأمور لا تهدأ هناك؟ والله إحنا بالنسبة لنا إحنا يعني طالما لبوا نداء الأقصى ودافع عن هذا البيت ودافع عن الأقصى، إحنا والله ما بننام الليل إلا التلفزيون 24 ساعة مفتوح متابعين أهلنا بغزة وبندعي لهم، ما بننام الليل بصلاتنا بقيامنا بقعودنا بنقول اللهم انصر من نصر الدين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واهزم أعداء الدين يا الله، اللهم انصر من نصر المسجد الأقصى، اللهم انصر أهلنا بغزة، اللهم مدهم بمدد من عندك ومدهم من جنود من جنودك يا الله. هذا العدو الظالم سيزول إن شاء الله. إحنا بنقول لكل الأمم وكل الدول العربية إنه إحنا المقدسيين، إحنا اللي نصرنا القدس، إن إحنا اللي دافعنا عن كل الأمة الإسلامية، إن شاء الله لن يضيعنا الله. لا تزال من أمتي طائفة ظاهرين لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خذلهم. قيل أين هم يا رسول الله؟ قال في بيت المقدس، وأكنا في بيت المقدس. إن شاء الله الأقصى رح يتحرر، شاء من شاء وأبى من أبى، إن شاء الله ربنا رح يكرمنا إن شاء الله. كيف الشباب انتصروا؟ فيها قليلة من الشباب هبت لنصرة باب العمود، وهبوا لنصرة إخوتهم في الشيخ جراح، وغزة هبوا لنصرة المسجد الأقصى، ولن يضيعنا الله. رسول صلى الله عليه وسلم كان في غار حراء هو وأبو بكر، قال له أبو بكر يا رسول الله لو والله لو نظر أحدهم إلى قدمه لرآنا، قال يا أبو بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، وإن شاء الله إحنا رب العالمين لن يضيعنا. كلما ضاقت كلما فرجت هذه الأرض، الصليبيين احتلوها 88 عام، اليوم الناس بتقول كيف هذا رابع جيش بالعالم، كيف يا قليلة إنها هزمته، دكوا كل مناطق، دكوا تل أبيب وسدود وكل المناطق الإسرائيلية والمواقع الاستراتيجية، كل اليهود اليوم تحت الأرض في الملاجئ من فئة قليلة من الناس. وين أنتوا يا مسلمين؟ والله ربنا رح يسألكم ماذا أعددتم للأقصى. إن شاء الله إن شاء الله رح يتحرر القدس. ولما اشتدت الأمور، الصحابة سألوا رسول الله إذا اشتدت علينا الأمور أين نذهب يا رسول الله؟ قال عليكم في بيت المقدس، لعل الله يرزقكم بذرية تغدون وتروحون. ولما ميمونة بنت الحارث سألت الرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس، قال ائتوه فصلوا فيه وإن لم تأتوه فابعثوا له
بزيدا يسرج قناديله. أين أنتم من الأقصى؟ أين أنتم من المرابطين؟ أين أنتم من حرائر الأقصى؟ أين أنتم من المسجد الأقصى؟ المسجد الأقصى أولى القبلتين وثاني المسجدين ومصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأقصى ميزان الأمة. طالما الأقصى بخير كل العالم بخير. خالة عايدة، في ناس بفكروا انه بسمعوا مرابطة الأقصى بفكروا انه هم من السيدات اللي بضلوا في الأقصى، بيعرفوش انكم انتو سحلوكم، لاحقوكم، هجموكم في هوياتكم، في التأمين، في التأمين الصحي، في الإبعاد، الملاحقة، شو تحملتوا؟ وطلعي الكلام اللي بيطلع منك، وانتو كلكم تعرضتوا لمحاولة تفريغ في إطار محاولة تجفيف الأقصى من الوجود الإسلامي. والله شو يعني مرابطات الأقصى للناس اللي ما بتعرف؟ الرباط هو الرباط، كل أهل بلادي، كل أهل بلاد الشام في رباط. صحيح. كل أهل بلاد الشام في رباط. الرباط شو الرباط؟ إن انتظار الصلاة تلو الصلاة في المسجد. لما تيجي أنت مثلا صلاة الظهر وتضلي قاعدة للعصر وانت تذكري الله، هذا هو البين، هذا هو الرباط ما بين الصلاة والصلاة. الرباط كمان انه آية من القرآن أواخر سورة أهل عمران، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذا هو الرباط، آية من القرآن. أنا بالنسبة لي انهم اليهود قطعوا عني طمان الدخل، قطعوا عني وقفوا لي التأمين الصحي، ضربوني وسجنوني. سحل كنا نشوف يعني شفتي كيف بزعوا جلبابي، والله تبعوا معي كل الوسائل، لكن دائما بقول لن يضيعنا الله ويثبت الله، عفوا، ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت والعمل الصالح. طالما انت صدقت مع رب العالمين ربنا مش رح يضيع ان شاء الله. انا بقول انه هجرتي لله تعالى، والله يكتبني من المرابطين يا الله، هجرتي لله تعالى، الحمد لله رب العالمين، انه ربنا ثبتنا. يعني فيها قليله من الشباب انها شفتوا شو سووا. عايده الله مكرمنا في بيوتنا هون. والله نعم، اعطانا السكن قريب على الاقصى. نعم، عشان هيك احنا الحمد لله مرابطين داخل وخارج. نعم، احنا في البيت ولا رجعنا ان شاء الله بنموت هون كمان ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. هذه اكبر مصطفانا ان نكون جيران المسجد الاقصى. انا نعم، انا بالنسبه لي قاعده ببيت، بيت من يعني بيت غرفة، ما بشوف الشمس ولا بشوف الهواء. يعني احنا عرضوا علينا انه نبيع البيت، والله لو اعطوا وبعرضوا بمبالغ خيالية بس اتركوا، شك مفتوح، اكتبي انت الرقم اللي بدك اياه، اكتبي الرقم، اكتبي الرقم، اعطيك شك مفتوح، اكتبي الرقم اللي بدك اياه، والله لو اعلوني بقصر جدرانا من ذهب وفضة ولولو ومرجان ما ببيع ذرة من تراب هذه الأرض المقدسة. عمر بن الخطاب لما فتح القدس قال كل بلاد الشام أرض وقف، لا يحل عليها لا بيع ولا شراء. إحنا قاعدين بأرض وقف. بقول كمان للمطبعين خسئتم، انتوا شفتوا كل خسئتم، يعني هذه الأرض إن شاء الله اللي بدخلوها الناس المحررين الفاتحين المهللين المكبرين احنا بنرحب فيهم، لكن المطبعين ما بنرحب فيهم، ما بنرحب ولا بإنسان مطبع. من احنا بنرحب بالناس الشرفاء الأتقياء الأوفياء اللي بيخلصوا لهذه الأرض وبيخلصوا للمسجد الأقصى، وهذه الأرض تطرد الجبناء. هذه الأرض أولى القبلتين وثاني المسجدين ومصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا قاعدين بقطعة من الجنة، هذه الأرض، هذه الأقصى جنة، جنة الأرض، الأقصى هي جنة الأرض، والأقصى نعم قطعة من الجنة. إن شاء الله الله يوعد كل إنسان بسمعني، كل إنسان متابع حر شريف إنه يدخل، وربنا إنه يكرمه بالصلاة بالمسجد الأقصى. هاي قطعة من الجنة، وهي هي الذي باركنا حول البركة، كل البركة اللي في العالم بتنبع من هذه الأرض. إن شاء الله الصليبيين حكموا ما يقارب 88 عام العمر واحد. بقول لكل إنسان مناش خايفين
العمر واحد والرب واحد، قل يأتيكم الموت لو كنتم في بروجا مشيدة. المكتوب بدنا نشوفه، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. والله ما بصير ولا حدث إلا أنا بكون موجودة فيه. بقول والله اللهم إني أستودعك نفسي، اللهم إني أستودعك الأقصى والمرابطين في الأقصى. بارك الله فيكم، وبارك الله في أختنا الكريستين، وبارك الله في كل المتابعين والمشاهدين واللي بيسمعونا واللي بيدعونا. بارك الله فيهم بأموالهم وأولادهم وأزواجهم، إن شاء الله تحل عليهم بركات الأقصى. وما تنسوا إخوتنا بغزة، إخوتنا بغزة يعني وبأضعف الإيمان، أضعف الإيمان إنه ولم تستطع فبقلبك. اللهم يا الله فرج الكرب عن أهلنا بغزة يا الله. اللهم إنا اسمعوا هذا الدعاء يا جماعة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم هدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وتولنا فيمن توليت، واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم هيئ للمسلمين من يوحد كلمتهم ويحد وحد وصلاح الدين. اللهم إنا استودعناك أقصانا والمرابطين في أقصانا. اللهم لا ترفع لليهود عليه راية ولا تحقق لهم غاية، وأرنا فيهم آية. يا من أمرك بين الكاف والنون، إذا أردت أن تقول للشيء كن فيكون. اللهم انصر إخوتنا بغزة يا الله. اللهم مدهم بمدد من عندك، اللهم مدهم بجنود من جنودك. اللهم كما نصرتنا في بدر وكنا أذلاء، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، على القوم المعتدين، على أقصانا وعلى كنائسنا. اللهم عليك بهم يا الله. اللهم عليك باليهود وأعوانهم، اللهم عليك بكل إنسان خائن، اللهم عليك بالخونة، اللهم عليك بالجواسيس. اللهم أخذ عزيزا مقتدر يا الله يا الله يا الله. اللهم انصرنا، اللهم نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، إلى من لكنا، إلى عدو يتجولنا أم إلى صديق ملكته أمرنا. يا الله بارك الله فيك، كل خير. الله يا ربي يوفقكم، يصرف عنكم كل مكروه وكل هذا كل أذى يا الله. تحل عليكم بركة الأقصى يا الله، تعالوا سور الأقصى يا الله. كل ما أنا يعني بحيي بنحبه دائما نشوفه عامر. ليش بنحب رمضان؟ بنحب رمضان قد ما بنشوفه عامر. هم ليش اصلا اليهود انقهروا؟ انقهروا انه رغم كل التشديدات، ورغم انهم ما اعطوا الناس تصاريح، ورغم كل انهم منعوا الناس يجوا، الا انهم الناس الحمد لله رب العالمين يوم العيد 100,000 100,000 صلوا بالأقصى. رغم إنه الأقصى كل ليلة العشرة الأواخر من رمضان كانوا يضربونا بالرصاص وقنابل الصوت، وإحنا واقفين نصلي. والله أنا كنت واقفة بجهة الباب القبلي، كل قنابل الصوت وقنابل المطاط، وأنا واقفة أصلي. وثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت والعمل الصالح. العالمين ربنا بيعطيك عطايا، بيكسر حاجز الخوف، حاجز الخوف ما خاف. وهذا هذا اللي بنشوفه بانه في الشيخ جراح في باب العمود خاصه، ما في صاحب الحق ليش بده يخاف؟ ما بخاف، لا اخاف الا الله. هلا هم لما يكونوا هم اجبر شعب، هلا البروده شو بدها تعمل؟ كل بحكي امين مع دعائك خالتي انت والسيده. اللهم انصر من نصر الدين، كل انسان بدعين على الاقصى الله ينصره، الله يوفقه، الله يبارك فيه في ماله وعياله وان شاء الله وازواجهم وبناتهم. يا رب الله يسترهم فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك. واللي مش من الزوجات الله يرزقهم الازواج الصالحه والبنات الصالحات وشبابنا. الله يا رب يهديهم ويدلهم على الخير وطريق الخير ان شاء الله. والله يبارك فيهم كل انسان حر شريف، والله يكتبهم لو هم مش خير فلسطين ان شاء الله. الله يكتبهم من المرابطين، والله يكتبهم انهم يزوروا الاقصى، يفوتوا محررين مهللين منصورين ان شاء الله. يا ربي فاتحين محررين مهللين مكبرين، لن يضيعنا الله. والله ان شاء الله احنا في ثبات، وبشائر النصر من هبة باب العمود يعني فيها قليلة من الشباب أصرت إنها تفتح باب العمود.
أصرت إنها تدافع عن الأقصى وربنا نصرهم. لن يضيعنا الله، لن يضيعنا الله. إحنا صاحبين الحق وإحنا صاحبين الهوية وإحنا صاحبين الأرض وإحنا صاحبين الأقصى. بقول لهذا العدو الظالم الجبان لا نخافك لا نخشاك رغم كل الطيران والمدافع والدبابات، إلا إنه إحنا بنمشي بالشوارع. إحنا عنا إيمان قوي يقين بالله وإحنا ثابتين لا نخاف، لكن هم رغم كل الأسلحة اللي بيكونوا حاملينها يمين شمال وكل العتاد اللي بيكونوا حاملينها إنه يمين شمال بتطلعوا خايفين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقذف في قلوبهم الرعب تراهم جميعا وقلوبهم شتى خايفين، خايفين إنه هذا الإسلام طبعا إنه كل 40 عام إنه ال40 عام بني إسرائيل لما تاهوا ربنا استبدلهم بعد 40 عام لما قدروا يدخلوا المسجد الأقصى، لأنه كانوا خايفين يدخلوا ربنا استبدلهم لما قدروا يدخلوا المسجد الأقصى استبدلهم بعد 40. وإحنا إنه أجدادنا كانوا بسطاء كانوا مزارعين بأراضيهم، وإنه راح هذا الجيل وأجى بعديه جيل الانتفاضة، وإن شاء الله بعد جيل الانتفاضة جيل النصر، جيل النصر إن شاء الله. هذا هو جيل الانتفاضة، هذا هم فكروا إنه هدول قصات الشعر وله الناس بالمخدرات بالتليفونات وبالأجهزة هذا بس، لكن أنت بتشوف الإنسان اللي بيكون مش متأمل منه إشي يعني إنه يدافع أو يعمل إشي بيكون بالصف الأول بخط الدفاع الأول قاعد، إنه بخط الدفاع الأول بدافع عن المقصى عن الأقصى. وأنا بقول بالروح بالدم نفيك يا أقصى، بارك الله فيك. بيحكوا إنه ادعوا لغزة، هم دعوا لغزة ممكن ما لحقتوا. الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بقول لإخواننا بغزة لن يضيعكم الله، إن شاء الله تكونوا الطائفة المنصورة. اللهم يا الله يا الله، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم يا الله، كرامة لحبيبك محمد اليوم الفضيل وهالساعة الفضيلة عند الله، إنك تمدهم بمدد من عندك، تمدهم بجنود من جنودك يا الله. اللهم إنا استودعناك أهلنا بغزة واستودعناهم فوق الأرض وتحت الأرض يا رب، يا رب تكرمهم يا الله، يا رب تنصرهم يا الله، كما نصروا المسجد الأقصى ولبوا نداءنا ونداءنا، لبوا نداء المسجد الأقصى ولبوا نداء المقدسيين. اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم احفظهم، اللهم بارك لهم في أموالهم وأولادهم يا الله، تسترهم يا الله فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا الله. لن يضيعهم الله، إن شاء الله يكون من الطائفة المنصورة اللي حدث عنها رسول الله. بارك الله فيكم، بارك الله في المستمعين والجالسين والمتابعين، بارك الله بكل إنسان حر شريف، بارك الله فيكم أنتوا كمان، أنتوا بالله عليكم إنكوا تدعونا وتدعوا للمسجد الأقصى والمرابطين بالمسجد الأقصى، تدعوا لأهلنا بغزة. والله ما بننام الليل، والله إنا ما بننام الليل 24 ساعة متابعين الأخبار من قناة الأقصى لقناة فلسطين لفلسطين اليوم للجزيرة، متابعين 24 ساعة كل شوي. أنا بدير وجع على اليوم بقول يا رب تنصرهم، يا رب تمدهم بمدد من عندك، يا رب تنصرهم، يا رب تمدهم بجنود من جنودك يا الله. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين إنهم كسروا شوكة هذا العدو، الحمد لله رب العالمين إنهم لبوا نداء الأقصى، واللي بدافع عن هذا المسجد لن يضيعه الله. وبارك الله فيكم، صلى الله عليه وسلم محمد. بارك الله فيك أختي كريستين، والله يكرمك ما شاء الله عنك، إنك دائما يعني بتوصل الحدا، بتوصل الأحداث، بتوصل لكل العالم. هذا واجبنا يا خالتي، بس بدي دعواتك. الله يكرمك إن شاء الله ويكرم كل إنسان حر شريف، الله يحفظك من هذا العدو الظالم إن شاء الله. حتى يعني الصحافة مش سلمانة منهم، المسعفين يعني ما مش مخلين حدا، إنهم طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد. اللهم صب عليهم صوت عذاب يا الله يا الله. وصلى الله، إحنا يعني الكل مبسوط، الكل بيسلم عليكم، الكل بيحكي اللهم أمين معكم، ويعني أنتوا سندنا وأنتوا عزوتنا.
هو املنا ذاتا الامل طبعا بالله بس انه يعني ان شاء الله هلا قعده طلع 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 طلعوا قبه الصخره طلعوا ما احلى هالقعده اجملها اصوركم وانتم قاعدين والله هاي الجنه كل مؤمن بيدخل على الاقصى يا رب ما شاء الله شوفوا هالقعده ما احلاها اخذ لكم صوره القهوه والمعمول يلا تفضلوا ما شاء الله عنكم ما شاء الله عنكم دعواتكم يا حجاتنا يلا الى اللقاء نراكم حياتي الله يخلينا إياكم سمعتهم أحلى كلامهم ودعواتهم ما شاء الله طيب شفنا من خلال البث المباشر المظاهرة اللي بعد صلاة الجمعة شفنا الهتافات المنددة بالعدوان على أهلنا في غزة سمعنا من الحجات ما شاء الله عنهم طلعوا ما شاء الله عنهم الحجات قاعدين بالصخرة المشرفة في حدا بيحكي لي روح على الشجر راح العصر في المسيرة تبعت النشطاء الأسبوعية راح أروح طبعا بالليل أي إشي بيصير راح أروح حاليا في المسجد الأقصى المبارك بفرجيكم اياه شوفوا الطيور طيور الأقصى شوفوا احلى هالمشاهد شوفوا احلى هالمشاهد الناس طبعا بتيجي في ناس بتيجي بتصلي وبتتصور بتاخذ صور تذكارية مع المسجد الأقصى المبارك شوفوا الحمام بحطوا لهم خبز شوفوا ما احلى هالمناظر سكون رغم انه الاحتلال بيحول ساحات الاقصى لساحات حرب الا انه سكون وسلام بشعر فيه اي حدا بوصل هذا المكان المقدس بنحكي عن اولى القبلتين ثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين طيور المسجد الأقصى المبارك سمعنا من نساء الأقصى ومرابطات المسجد الأقصى المبارك كلام ودعاء إشي بكبر القلب أنا بدروح أشرب مي اللي بيجي على المسجد الأقصى المبارك لازم يشرب من مية الأقصى هلا بفرجيكم هلا بفرجيكم طعم المية يا رب يرزقكم زيارة المسجد الأقصى المبارك والصلاة فيه تتنعموا بهاي المشاهد الحمد لله على نعمة القدس الحمد لله على نعمة مقدساتها شوفوا مسجد قبة الصخرة احنا في سطوح قبة الصخرة لازم كل حدا بيجي يشرب من مية الأقصى أسكى مي ممكن تدقوها بحياتكم دعينا للأقصى من قلب دعينا لأهلنا في غزة من قلب المسجد الأقصى المبارك وانتوا تفاعلوا يا جماعة اللي قاعدين في البيوت تفاعلوا على الهاشتاجات غزة أندر أتاك وغزة تحت القصف أنقذوا حي الشيخ جراح سيف الشيخ جراح كل هاي الهاشتاجات ما بدنا إياها تبرد ولا تموت هاي المسجد الأقصى المبارك هاي المي شوفوا شايفين هاي المي خليكم معي بس ثواني خليكم معي بس ثواني على الفاضي ما رح يزبط